الو، عاملة ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. انا عارف ان انت زهقانة، وكمان التلفزيون عندك مش شغال. حتى لو شغال يعني ما كنتش هفتحه. هو انت قابلت وليد؟ ايوه قابلته، بس قولي لي الاول مال صوتك. عادي يعني، اكيد اللي بيحصل لي ده مش هبقى مبسوطة. بعدين فجأة كده الدنيا فضت من حواليا. معلش انا عارف ان الموجة عالية عليكي، بس احنا مش هنتقضي، وبأمر الله هنعدي الموجة دي. متشغلش بالك، صحيح انت فكرتني، كنت عايزة ابعت اللوكيشن لنادين عشان تجيلي. انت بتقولي ايه؟ انت قلت لنادين انت فين؟ هو انت بتزعلي ليه؟ هو انا بزعل ايه؟ واحنا مش اتفقنا ما حدش يعرف انت فين؟ نادين بس يعني نادين دي انا ما برتاحلهاش، وقلت لك 1000 مرة، مش دي اللي كان عارف اخوك على مراته؟ يعني عرق اللي دلها فيها امن لها انا بتاع ايه؟ طب ممكن تبطل زعيق لو سمحت؟ يا غزل انا خايف عليكي ولازم تسمعي كلامي. على العموم انا كده كده نسيت ان انا ابعت لها اللوكيشن، ومش هتبعتيه لحد ما اتاكد ان صاحبتك دي امان. كلامي واضح ولا الفهم بعافيه؟ لا بعافيه. على الله حكايتك. ماشي، باي باي. رفعت شلت اليافطه؟ شلتها طبعا يا باشا، انا ما اقدرش على زعل سعادتك. اليافطه دي كانت منظر بس لزوم البرستيج زي ما قلت لحسام بيه كده. الله، يعني انت مش شغال بتاع امن وحراسات والجو ده؟ اعوذ بالله يا باشا، انا زي ما تقول كده اهو كوميسيون بيه، مطربين، رقصات، جردات، مين ده يعني؟ معقوله؟ معقوله رفعت الدهب يشتغل الشغلانه دي؟ انا عارف طبيعه شغلك كويس، بس دي هتبقى مشكلتي بعدين مش دلوقتي. خلينا دلوقتي في الخديوي. الخناقه بينكم على ايه؟ ما بنستلطفش بعض يا باشا، لله في لله كده، انما خناقه مفيش خناقه، انا ماليش في الخناقات. بيني وبينك هو دمه تقيل قوي، شكلك كده اجدع منه. رقبتي. تشرب شاي؟ شويه عصير نص ضربه. انا الشاي كان هيبقى على حسابي، لكن اللي انت طالبه ده على حسابك انت. زي ما انتوا شايفين وباين من عنوان الفيلم، انا بتكلم على حساب كل واحد فينا في البنك. قدام الجمله دي يا جماعه في حاجات كتيره قوي في الدنيا بتظهر. في ناس بتبيع جوابها عشان فلوس، وفي ناس بتبيع كرامتها عشان الفلوس، وفي ناس يا اخي بتبيع قلبها، وفي ناس كمان بتبيع ولادها عشان الفلوس، عشان حساب في البنك. يا نضوره مالك متأثر ليه؟ هو الكلام جه على الجرح ولا ايه؟ لا ابدا يا دكتور، بس عجبني المعنى، شايفه حقيقي وبيحصل فعلا. طب بيحصل من زمان قوي يا نادر، بس دلوقتي زاد قوي. عندك حق يا دكتور. طب معلش يا دكتور، انا جالي بس تليفون مهم، ينفع ارد قبل ما المخرج يجي؟ طب تفتكر انا اقدر اقول لك ما تردش يا نادر بيه؟ اتفضل يا نادر بيه. بس بقول لك ايه، لو الجو سلمني عليها. حاضر يا واد يا خجول. ايه ده اللي لسه فاكر؟ هو انا يعني لو ما اتصلتش انت ما تتكلمش؟ لا ازاي، بس لما اجي الاقيكي خارجه مع المخرج زياد فكري اللي انت قلت له قبل كده ان انا ابن خالتك، يبقى لازم افهم ان انت بعتيني عشان علاقه جديده ومفيده اكتر بالنسبه لك. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ تصدق ان انت معقد؟ والله بجد انا معقد؟ طب انصحك ما تعرفيش واحد معقد زيي، واستاذنك بقى عشان انا عندي بروفا. هو انت بقى تترسم عليا عشان انت جالك دور؟ وهتلاقيه في الاخر دور عبيط وصغير؟ امال لو كان جالك دور كبير كنت عملت فيا ايه؟ تصدق بقى ان انا غلطانه انا بكلم معاك. هاي يا سيد، ازيك؟ لو فاضي بكلمني.
قلت لك معرفش عنها اي حاجه. والله افتحي موبايلك، افتحي موبايلك اتفضلي. يلا خلاصي بقى. ده ايه؟ ايه ده؟ ها؟ غزل ديوبو يعني بتكدبي؟ ايه الطريقة دي؟ لا انا عندي حق، انت فعلا بتكدبي، هي اتصلت وانت بتخبي. لأني قرفت، قرفت وزهقت. واحدة مش حباك، مش طايقاك، ودايرة مع واحد بلطجي، وانت بتجري وراها. سايبني أنا، أنا اللي بموت في تراب رجليك. ده مش عدل ربنا أبدا. أنت إزاي مش حاسس إن ده مهين بالنسبة لي؟ حرام عليك، حس بيا بقى. حاضر من عينيا، من بكرة الصبح حس بيك. بس دلوقتي قولي لي قالت لك إيه؟ مش هقول. لا هتقول هتقول. بتحبها للدرجة دي؟ مش شغلك، قولي بقى يلا. قالت لي إنها هتبعت لوكيشن المكان اللي هي فيه، وما بعتتش. كلمتها كذا مرة ما ردتش عليا، رجعت بعتت لي مسج قالت لي إن ما عندهاش نت. طب مش عشان خاطرك ضربت الستات؟ ما يبقاش عارف هزار بقى. يلا عشان خاطرك، عشان خاطرك. يلا بقى بليز. مغلق او غير متاح، يمكنك ارسال رساله صوتيه عن طريق اضافه نجمه. طيب حابه نبتدي بايه؟ عارف اللي بعنا؟ اللي هي انهي فكري بيها كده؟ ايه يا طارق بتاعت راغب علامه؟ اللي بعنا خسر دلعنا، راح لحاله يلا يودعنا. ايوه هي دي. خلاص تمام اوكي. وايدة نعم خير. اللي بتعمليه ده مش صح، ما ينفعش. لا ينفع، وانا عايزه اتطلق وده اخر كلام عندي. تحكي حاجه لمستر عبد؟ لا بس ممكن احكي عادي. عبد طيب لو عرف حاجه عن الموضوع ده يا وايدة انا هزعلك قوي. خلاص ريحني وانا اعمل لك كل اللي انت عايزه. عايز اشوف ابني. ابنك فوق في الاوضه ومع دادا فاطمه اللي مربياني. هو ده اللي قلقني. احترم نفسك، انا اخلاقي انضف منك مليون مره. قسما بالله ما دام انت قلقان قوي كده ان عابد يعرف، فتاكد اني هقول له لو ما طلقتنيش. فاهم؟ معلش يا طارق سوري. اوكي.